اوكي اصدقائي، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا على كل شيء كديروا صراحه معايا، الله يسر الجميع. نزولا على هذا الرقم بعض الاصدقاء، يعني صراحه في الباج فيسبوك او الاصدقاء اللي كنعرف قالوا لي عافاك واش ممكن دير لنا واحد العبارات اللي هي تقريبا على الاقل واحد 10 ولا 15 عباره اللي تكون يعني كتستخدم يوميا. وهاد الناس اللي كنبيع عليهم هي الفئه ديال اللي عندهم اللغه الانجليزيه يعني متقدمين في البيجنرز، يعني مثلا نقولوا مبتدئ متقدم، او لا حتى مبتدئ ممكن ياخذ هذا الشيء، او لا انسان عنده لونجلي ربما يكون مساعد شيء. دونك هادشي صار لاي واحد يعني باغي يتعلم لونجلي، فقط مجرد عبارات. اوكي، عبارات ملي تنقولوا العباره يعني هي كلمه او كلمتان او ثلاث كلمات عندهم معنى محدد، او لا يقدر يكون حتى جمله. ولكن اهم حاجه في اللغه الانجليزيه باش انك تبني اللغه ديالك، حاول ما انك يعني ما امكن انك تبعد على هذيك القضيه ديال 1000 في اللغه الانجليزيه، 6000 في 7000، بلا ما تبقى تقلب فيها. هي مزيان الناس اللي يدوزوا مثلا امتحان ديال البكالوريا او مجموعه من الامتحانات انهم يقراوا ما يسمى بالكلمات، لان الكلمات عندها علاقه بالامور فين كنستخدموها. اوكي، اما ملي كنهضروا حنا على العبارات هي اللي كندير بها في يعني الكوميونيكيشن، يعني في الديلي فور اكزامبل يوز وي اذرز. دونك كنتمنى لكم تتبعوا معايا مزيان، وسمحوا لي الا سرعت شويه باش ما يكونش فيديو ممل وطويل. وحتى الا كنت كنشرح العباره وتنعاودها وتنكررها، فقط الناس اللي هما مبتدئين حتى هما يقدروا يستافدوا من هذا الفيديو. اوكي، غنقسموا ان شاء الله هذه السلسله ديال الفيديوز، يعني ديال الفيديوز تنقول المجموعه من الفيديوز، يعني اوكي مجموعه من الليسنز، مجموعه من الدروس. دونك هنا كامن فريزز، اوكي باللغه الانجليزيه بزاف الناس يعرفوا بان فريزز هم العبارات، ولا هي العبارات ماشي جمل الفاظ. بالنسبه للكامن هي الاكثر استخدام او لا شيوعا، يعني منتشره بزاف. اوكي، كومن اول عباره قدامنا هي هاو ار يو دوينغ توداي. ترجمه حرفيا لهذه العباره هاو يعني كيف، اوكي كيف، هاو ار يو دوينغ توداي يعني كيف هو حالك اليوم. اما الترجمه حرفيا لكل كلمه صعيبه، دونك اللي قلنا هاو هي كيف، ار يعني فيرب تو بي يو، انت دوينغ يعني تفعل، توداي اليوم ما يمكنش ترجمه حرفيا، اذا الاحسن تعقلها بحال هكا هاو ار يو دوينغ توداي. اوكي، اسمع ما يعرفك النطق، حيت هذا الشيء اللي غنخدمو زوين بزاف منو غتستخدم تعلم النطق منو غتعلم عبارات، دونك جميع الاحوال انت رابح. اوكي، هاو ار يو دوينغ توداي، توداي نوت توداي نوت توداي. بالنسبه للنطق ماشي مشكل، انك يعني اذا كنت انسان بيجينر يلا دخل يعني كتعلم لونجلي ما كاينش بروبلم، عادي جدا. اوكي، دونك هنا ممكن نقولوا هاو ار يو، عاود معايا هاو ار يو، هاو ار يو، هاو ار يو، هاو ار يو، تنقولوش هاو ار يو، انا تنقول اللي كيدوي بلونجلي، اما اللي هو ديجا يلا بدي لونجلي ماشي مشكل، وخا يقول هاو ار يو ما كاين حتى شي بروبلم، عادي جدا. دونك كنقولوا هاو ار يو، هاو ار، هاو ار، حدا هاواي، ماشي هاواي، ولكن ديك الار هنايا خفيفه، حنا تقول هاو ار يو، هذه كترجع بحال هكا، هاو ار يو. هنا ما كنقولوش لي دوينغ، اوكي هذه ما كايناش دوينغ، هذه ما تنطقهاش عفاك، ما تنقولوش هاو ار يو دوينغ، تتكتب هاو ار يو دوين، اوكي ناصر من نيف، هاو ار يو دوينغ توداي، نوت توداي، نوت تو داي، الموت لا. دونك هنا نقسموها على جوج، غنقولوا هاو ار يو دوينغ توداي، هاو ار يو، هاو ار يو، اوكي دوينغ توداي، اوكي نعاودوا اخر مره، هاو ار يو دوينغ توداي، كتب عندك في الدفتر هي كي داير، اوكي بارك عليك بالدارجه بلا ما تبقى ترجم عافاك. اوكي، هاو ار يو دوينغ توداي، لقيتي بروبلم عاود الفيديو من بعد وغادي تفهم هادشي اللي تنقول. نمبر 2 لونغ تايم نو سي، اوكي لونغ تايم نو سي، لونغ تايم نو سي. هنا هذه باش ما تقولش لي شنو كتعني، غنقول لك لونغ هي طويل، او مثلا فور اكزامبل كاين ديستانس، تايم هو الزمن، نو هي نو، سي هي كتشوف. اذا ما كاينش ترجمه حرفيا الدراري، انا كنترجم لكم فقط باش تفهموا الكلمات. اوكي، الناس اللي هما بيجينرز، انت فاش تلاقى شي واحد وشحال هذه ما تشوفش، كتقول له غيوب هذه، اقل على ولا غيوبات هذه، كتب عندك بالدارجه غيوبات هذه، استخدمها لونغ تايم. كما كنقولوا دائما هذه طبيعه الحال ماشي بحال هذا، دونك انا نقول لونغ ما تقراش لونج، اوكي لونغ ماشي حيت ما قريناهاش هنا، غير ملي كتكون عندنا الاي ان جي يعني الاي ان جي في الجيراند ما كنطقوش جي، اما هنا هذه لا علاقه لها بها لان هذه كلمه كامله. اوكي، هذا غير دو زائد الاي ان جي، هذا سافيكس، هنا ما كاينش سافيكس. اوكي، يعني هذه كلمه وحده، اما هذه دو زدنا الاي ان جي باش كنا ممكن نتحكموا في النطق، هنا لا، هذه كلمه اوريجين كتكتب ان جي، دونك ما يمكنش تقول لها لون. اوكي، لونغ تايم نو سي، غير بالنسبه لنا في النطق ملي كنديروا لا ليزون نقولوا لون تايم، بلا ما تقول لك لونغ تايم، كتجي ثقيله، لون تايم نو سي، اوكي، لون تايم نو سي، يعني سي حركه يعني في النطق ديالك، لون تايم نو سي، غير قدير براكتيس، براكتيس ميكس بيرفكت، وغتوصل لهذ الدرجه ان شاء الله كتعود عليها، لون تايم نو سي، لون تايم نو سي، اقرا عليها هي شحال هذه ما شفنا خبرات هذه، لون تايم نو سي، تلاقيتي مع زميل، مع زميله، مع صديق، صديق، اي واحد،
long time no see. سكون موالية. حتى العبارات كانت يعني من واحد الاقتراح ديال واحد الصديق وحاولت انني نشرحها. I can't complain. Okay. I can't complain. I can't complain ولا can't complain. لا أي بحال بحال. أنا لا أشتكي بمعنى الأمور بخير الحمد لله. كندير الإكسكليميشن لأنها عبارة. عبارة عفوا. I can't complain. Okay. I can't complain. I can't complain. I can't complain. I can't complain. يعني الحمد لله كلمة تنقول بالعربية المعنى كتقصد بها الحمد لله يعني ما كنشكيش الأمور بخير اللهم لك الحمد. Next one. هذه I am اللي كنا دوينا عليها verb to be. I am يعني أنا starving هي جيعان بزاف. Okay. يعني كنقولوا hungry. Donc je pense que c'est hungry, ok? ولكن هاد starving كتعني very hungry, very hungry. جيعان بزاف, ok? I'm starving. هنا ما تنقولوش starving, تنقولو starving, starving. Donc هادي possible أنك تنطقها فحال هادي. علاش؟ لأن هادي starve, ok? And starving sometimes you can say starving, ok? وخا عندنا هادي for example as one word, but you say starving, not starving. ولا I am بغيت نطقها يعني شورت ممكن دير لها بحال هكا. كاين اللي غيقول لي الناس المبتدئين عفوا شنو هو الفرق ما بين هذيك اللي كانت تكتبوها هذه غير هذه شورت فورم. I'm starving. اوكي يعني ميت بالجوع. مام I'm starving. قولها دابا لماما كافر. اوكي مام I'm starving. Give me food. عقل عليها ميت بالجوع. Next one. See you later or see you later. دابا بالنسبه للنطق هنا see you يعني see you هي متقاشر بالدارجه نشوفو. Later ولا later. Okay. Later later. كي اللي يقول لي شنو هو الفرق ما بين later and later. Okay. Not later not leader. Leader leader وحده هذيك. دونك هذيك كتنطق British later. Okay. انا ما عنديش بروبليم خاص تقول later ما كاينش مشكل لان الهدف هو تفهم. دابا شكون اللي كيفهم في الفهامه هو اللي ما فهمش كيدير راسو فاهم او اللي فاهم بزاف كيبغي يفهم. دير راسك مودست. انت اصلا زديتي كدوي بالعربيه كيفاش غتكريتيكي لا لونغ ديالك انت اصلا كدوي بلونغ يعني هي دوزيام ولا ثوازيام لونغ لونغ لا ثوازيام لونغ. اذا لا دعيت كريتيكي عامنا عام بعضياتنا بلا ما نبقاو نديرو كريتيك الخاوي يعني ما كاينش شي واحد مجد في لونغري. اوكي باش نتفاهمو مزيان دونك حتى انا واخا اصلا لونغري ما مجدش في لونغري. دونك نيكست وان وي هاف سي يو ليتر ولا سي يو ليتر. اوكي سي يو ليتر هذه كتسمى فلاب تي اللي كتولي دي نشوفوها من بعد. دابا ما كنديروش لا برونسياسيون. سي يو ليتر هي نشوفوها من بعد عقل عليها ملي ما كنكتبش بالعربيه بمعنى عاود فيديو غتعرف هادشي. دونك انت بغيت تقول شي واحد نتقاشرو سي يو ليتر. هنا ما عندوش علاقه بالجرامر الدراري المبتدئين اللي كيشوفوا الفيديو حفظوهم. هنا just relax يعني استرخي بمعنى ديرها في كفالة الله كما تنقولوا بالدارجة الأمور بخير. just relax كتستخدم بزاف المواضيع. جا عندك شي واحد يقول لك شي حاجة فجأة تقول له oh no worries just relax. ملي تنقولوا just relax يعني ما تخاف من والو الأمور غتكون بخير إن شاء الله. ولا just relax for example if you get angry كنتي مقلق ولا بغيتي تشرب شي حاجة باش تسترخى دونك هذيك يعني ما ديرش راسك تكونسونطرا مع راسك. just relax ما تقولش ليش ملي كتعني just relax خذها هكا. اوكي يعني انت دابا تقولها لباباك ماما لقيتيها معصبه قول لها مام جاست ريلاكس قل يو كان دو ات. ما معنى يو كان دو ات يعني ممكن ديرها. يو انت كان يعني بوسيبل يعني عندك الابيليتي بمعنى ايبل تو. اوكي ماشي بوسيبل ايبل تو دو ات يعني دير شنو دير هذيك الحاجه. مثلا فور اكزامبل تقول انجلش از هارد لانجويج اي كان سبيك ان انجلش انا نقول لك نو يو كان دو ات. You can do it. عندي امتحان في اخر السنه اللي هو ديال البكالوريا صعيب عليا انني نجيب النقطه. نو no. ممكن تنجح ممكن تنقص هذا نقولوا بالدرجه ممكن تجيب الباك يعني you can do it يعني you can succeed for example ممكن تنجح. Next one you have go for it. اذا حسيت هذه من بحالها بحال هاني ملي تنقولوا go for it يعني سير زيد القدام برافو عليك كمل راك غادي مزيان. Go for it يعني سير على الله انك غادي مزيان. ممكن تستخدم هذه مع هذه وغتقول you can do it just go for it. You can do it, just go for it. كاين اللي غيقول لي هاد go شنو كتعني سير فور لاجل اذ داك الشيء هادي كلها go for it يعني سير على الله go ahead سير راك غادي مزيان. بغيتي تلاصق جوج عبارات ممكن تقول for example شي واحد قال لك لونجري كيما قلنا صعيبه تقول له no my friend it's an easy language you can do it just go for it يعني سير على الله كمل don't stop. نتمنى تكونوا فهمتوا هادو ندوزو لهادو. don't rush هي ما تزربش بمعنى ما تزربش في المواضيع ديال ما تزربش. مثلا انا دابا كنزرب في الشرح وتقول لي teacher please okay slowly speaking please don't rush ما تزربش. ولا don't rush الا كان شي واحد غيدير شي حاجه في حياته باغي يزرب او لا شي بلانين ولا عنده شي حاجه تقول له take it easy يعني calm down don't rush. هادو هما العبارات اللي كيديروا الناس بالانجلي. دونك قال لي don't rush هي ما تزربش اي حاجه ما تزربش يعني just relax. نقدروا نقولوا don't rush just relax. مواليه take care هذيك كتعني باي باي. ملي تبغي تمشي فحال قول شي واحد take care ما كترجمش الدراري الكلمه الله يرحم عليكم غتلقاو معنا اخر
take care يعني bye bye. Next one we have glad to meet you. Glad هي happy سعيد. Okay glad كتعني سعيد. Okay happy to meet you. Sorry I'm going just to make this one like this. خلقنا عادتين. Okay I'm sorry. المهم يسونسي بالنسبة لنا هو you know this face. Okay glad to meet you. Glad to meet you. نعم من الأحسن glad to meet you. Glad to meet you. يتمكن لنا في حالك أحسن. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. No problem. مهم happy to meet you. يعني غافي دي فاقضي. By example أنا سعيد أنا نتلقسك. نتلقى شو واحد يقول لي glad to meet you. Pleased to meet you. Nice to meet you. يعني دي غتعني nice أو لا happy. It's on me. مشيتي مثلا القهوة ولا بغيتي تتخلص على صاحبك على الصديقة ديالك على الصديق ديالك على أي واحد على ماماك على باباك. مهم هذه ملي كتبغي تخلص على شي واحد شي حاجة أي حاجة غالبا كتكون في الريستورانت ولكن أي حاجة مشيت دخلت البوتيك ديال الحوايج بغيت تخلص عليها No don't pay it's on me. إذا ترجمتيها في جوجل غتعطيك إنها عليا. شكون هي اللي عليك يعني ما عندهاش معنى دونك اتس اون مي يعني على حسابي بالعربيه اوكي ماشي على حسابي زعما تقول شي واحد غير سير على الله على حسابي غنجح لا ماشي هكذاك على حسابي يعني لارجون انا غنخلص اوكي ام جوينغ تو باي يعني اللي غادي نخلص اوكي اتس اون مي. نيكست وان هاوز يور داي اوكي هاوز يور داي هي كي داير نهارك ولا هاو واز يور داي بحال بحال هاو از يور داي ولا هاو واز يور داي يعني كيفاش داير نهارك عقل على هذه هاوز يور داي تغيب ولا ما عرفوش كتهضر باس ولا بريزنت لانك كدير ابوستروفي اس اوكي سورس فورم هاوز يور داي كي داز نهارك كي داير نهارك عقل على الحلقة هاوز يور داي عاود مورا الفيديو باش تعقل على شي ار يو اوكي هي واش انت بخير يعني بحال تنقولوا بالعربي بالانجلي عفوا ار يو فاين ولا ار يو اوكي يعني واش الامور بخير Are you fine? ولا are you okay? Don't mention it. واحد اللي قال لك thank you كتقول له you are welcome ولا don't mention it. Don't mention it. إذا بغيتي تقولها بهذه الطريقة don't mention it. أقل عليها. يعني هي you are welcome ولا you are most welcome ولا it's pleasant. No problem. بالعربية على الرحب والسعة. Okay. No worries. هي ما تقلقش عادي الأمور بخير. No worries. يعني ما تقلق ما والو. No worries. قولها لأي واحد غير يتقلق. غادي نعاود هما الدراري. How are you doing today? Long time no see. I can't complain. I'm starving. See you later or later. Just relax. You can do it. Go for it or go for it. Don't rush. Take care. Glad to meet you. It's on me. How's your day? Are you okay? Don't mention it. No worries. Send to my daddy. No worries. And don't say, well, for example, thank you. If you say thank you, don't mention it. Okay? So everything is going to be... Okay, so you can do it, just go for it. See you next time, bye bye.